ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنبتدي مع بعض نشرح الامتحانات ونجاوب الاسئلة بتاعتها، ونشرح الوقت بتاع الامتحان قد ايه مثلا، يعني انا اعمل ايه في الامتحان، انظم وقت ازاي في الامتحان، الكلام ده كله. طب يا جماعة، الامتحان ده امتحان دكتور نبيل. الامتحان ده كان بتاريخ 26/8/2020. مدة الامتحان ساعتين. الامتحان ده بيتكون من بروتين ونيوكليك اسيد وبيولوجيكال فلويد وانسترومنتال اناليسيس، يعني اربع مواد، اربع فروع. طبعا البروتين اربع فروع على ساعتين، يبقى البروتين ممكن ياخد نص ساعة تلت ساعة حل بس، تمام؟ يبقى البروتين بياخد من تلت ساعة لنصف ساعة. معنى كده ان انا لازم تكون ايديا يعني كمبيوتر يعني، ومخي كمان، يعني اقرا السؤال ارص الاجابه على طول، ماشي؟ مفيش وقت للتفكير. اول سؤال نبتدي مع بعض. give short accounts on the following examples with formula and equation are necessary. تمام. An artificial dipeptide sweater. ده أول سؤال. ال artificial dipeptide sweater سكر اللي هو مصطنع، يعني اللي هو الأسبرتام. is dipeptide of ال أسبرتايل ال فينايل ألانين ميثيل إستر، وارسمله الرمز ده. تمام. CH CH2 COO، سالب هنا ان اتش 3 موجب، هنا سي دبل بوند او، ان اتش سي اتش سي اتش 2 مكان حلقة بنزين، هنا سي او او سي اتش 3. السؤال ده اتعاد في الدور الاول والدور الثاني. تمام. السؤال ده مهم جدا. الامتحان ده جزء فرع البروتين كان عليه 22 درجة في الامتحان ده. فبعد كده السؤال التاني بيقول لي الرول اوف السلفر كونتيننج الامين اسيدز الامينو اسيدز ان بايل اسيدز فورميشن اند ميتابوليك ترانسميثايليشنز. تمام. السؤال ده هو موجود في المنهج ومش موجود في المنهج، يعني نصه هتلاقوه في المنهج ونصه المفروض تجيب من المواقع اللي هي على النت وكده. تمام. الاجابه بتاعته first step in methionine metabolism is formation of السام اللي هو اس ادينوزايل ميثيونين، فادي السام اهو. فوسفوليبيد ميثايليشن ممبرين فلويديتي وامينو بروبيليشن بولي ابيز سينثيسز وترانس سلفوريشن سبليمنت اوف سيستاين جي اس اتش سينثيسز. بعد كده هنخش على الميثيونين ونكتب الرمز جنبي سي اتش سي او اتش ان اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 اس سي اتش 3. وبعد كده هنا السام اللي هو بولي امين سينثيسز. بعد كده هنزل هعمل ميثايليشن في الس، فيديني ايه؟ هومو سيستاين. بعد كده يديني سيستاسايلين. بعد كده سيستين اللي هو رمزها سي اتش دي اتش 2 سي او اتش سي اتش 2 اس اتش. بعد كده يديني جي اس اتش اللي هو بقى السام از ذا بيسايل دونر فول اور ذا ترانس بيسايليشن رياكشن. تالت سؤال. السؤال ده اتعد في الدور الاول برضو والدور الثاني. دي كاربوكسيليشن اوف ال ال امينو اسيدز اند سينثيسز اوف نيورو ترانسميترز حلقة البنزين CH2CH COOH NH2، ده الفينال ألانين بالأكسدة، يديني حلقة بنزين OH CH2CH COOH NH2، ده التيروزين
في الاكسده. اديني حلقه بنزين او اتش او اتش سي اتش 2 سي اتش سي او او اتش ان اتش 2 ده الدوبه. بعد كده هطلع السي او 2 هديني حلقه بنزين او اتش او اتش سي اتش 2 سي اتش 2 ان اتش 2 ده الدوبه مين ده نيورو ترانسميتر. طيب بعد كده سؤال ايه choose the correct answer. الميلانين بيجمنت is chemically derived from الدوبا ولا داي هيدروكسي الانين ولا التريبتامين ولا نان. هتبقى نان. طب الميلانين بيجي من مين؟ من التيروزين. طيب السؤال التاني in case of phenyl deficiency tyrosine is considered non essential amino acid ولا semi essential amino acid ولا essential amino acid. هيبقى non essential amino acid. طيب الجلايسين is involved in the synthesis of heme ring ولا heparin ولا كرياتين ولا all of them. جلايسين صح موجود في صناعة الهيم والهيبيوريت والكرياتين يبقى all of them. طيب الكولاجين ده يا جماعة intendos exists as triple helix fibers ولا globular form ولا network. هتبقى triple helix fibers. طيب aspartam is chemically defined as اللي في نايل الانين ايسايل استر ولا اللي في نايل اسبرتايل ميثايل استر ولا اللي اسبرتايل اللي في نايل ميثايل استر. هتبقى اخر واحده اللي اسبرتايل اللي في نايل ميثايل استر. طيب ارثرايتس اند الدارك يورين بيجمنتيشن كاركترايزد بنقط البلازم ولا هيموجلوبين باثي ولا فيدايل كيتويوريا ولا نان. هتبقى نان. طب الارثرايتس والدارك يورين دول بيجمنتيشن كاركترايزد بايه؟ بالالكابتيدوريا. طيب ان دايابيتيك بيشنت بقول لك الإريثروسايتك HbA1c represents من 10 لـ15 ولا من 5 لـ7.5 ولا من 20 لـ30 ولا none of them. هتبقى من 10 لـ15. طب بيقولك in the presence of ascorbate lysyl hydroxylase creates an OH group in its substrate. هتبقى ات السي 4 ولا السي 5 ولا السي 4 والسي 5 ولا البيتا كاربول. هتبقى السي 4 والسي 5. طيب النيجاتيف نيتروجين بالانس نورمالي اوكر ديورينج الريكفري ولا البريجننسي ولا الدايتري بروتين انسفيشنسي. تبقى دايتري بروتين انسفيشنس. طب السؤال ده يا جماعة كان يعني هو انا حلاه بس ياريت نسأل في الدكتور برضو. الجاما دي كاربوكسيليشن اوف الجلوتامين فوربز نقط الجابا ولا الفا امينو بروبونيك اسيد ولا بيتا امينو بيوتريت. هتبقى الفا امينو بروبونيك اسيد. ده الامتحان الاول يا جماعه على 22 درجه يتحل في 3 ساعة. الامتحان الثاني كان بتاريخ 14/1/2021. طيب
هو بيقول لك answer only two of the following question. يعني starting with L-tyrosine الستريت enzymatic reactions leading to the biosynthesis. وبيقول لك ايه نوت nomenclature of all compounds and derivatives are essential. طب هو بيقول لك دلوقتي انا ادي رأس السؤال اهو تو ادريدال ميدالري هربودز. طيب السؤال ده بيتعاد على طول جه في المرة الاولانية بس اجيب صيغة مختلفة. هو بيقول لك الاثنين هرمون اللي بيطلب من الادرينال ميدالري الادرينال ميدال اللي هم الابيليفرين والنور ابيليفرين. طب طلعهم لي من التيروزين تمام بحالة بنزين او اتش سي اتش 2 سي اتش سي او اتش ان اتش 2 بعد كده بالاكسده تدي لي حلقة بنزين او اتش او اتش سي اتش 2 سي اتش سي او اتش ان اتش 2 وبعد كده اللي انا اشيل ال ثاني اكسيد الكربون اللي هو سي او 2 هيديني حلقة بنزين او اتش او اتش سي اتش 2 سي اتش 2 ان اتش 2 ده الدوم ما بين ده نيورو ترانسميتر. بعد كده الدوبامين هاكسده هديني حلقة بنزين او اتش او اتش سي اتش او اتش سي اتش 2 ان اتش 2 ده النور ابنفرين. بعد كده هضيف له سي اتش 3 هديني حلقة بنزين او اتش او اتش سي اتش سي اتش 2 ان اتش سي اتش 3 ده الابنفرين. دول اتنين كاتيكولامين نور ابنفرين والابنفرين. طب بعد كده يبقى النور ابنفرين والابنفرين دول ايه released من primarily from the adrenal medulla. السؤال الثاني بيقول لي ايه طلعي لي النيورو ترانسميتر برضو بالتيروزين. هتبقى نفس الاجابه يا جماعه نفس الاجابه نفس المعادلات بس مين هو النيورو ترانسميتر في كل المعادلات ده الدوبامين والنور ابنفرين ماشي are utilized in the brain as excitatory neurotransmitter. طيب عايزني اطلع 2 ثايرويد هرمون من التيروزين برضو حلقة بنزين OH CH2 CH COH NH2 بعد كده نعمل ايدونيشن انزيم حلقة بنزين OH وهنا ايودين CH2 CH COH NH2 يبقى 3 مونو ايودو تيروزين مونو ايودو تيروزين. بعد كده هدخل الايودين انزيم تبقى حلقة بنزين OH وهنا الاي والاي CH2 CH COH NH2 ده الداي ايودو تيروزين داي ايدو تيروزين. طيب المونو مع الداي مونو ايدو تيروزين مع الداي ايدو تيروزين هيديني ايه وهشيل الالانين هيديني حلقة بنزين اهو اي او اتش بوند الاو مع حلقة بنزين اي واي سي اتش 2 سي اتش سي او اتش ان اتش 2 ده 3 و5 و3 داش تراي ايودو سيرولين اللي هو التي 3 يبقى السيرويد هرمون بتفرز التي 3 كمان بتفرز التي 4. طب هتطلع التي 4 ازاي مع الداي ايودو تيروزين زائد الداي ايودو تيروزين وهطلع الالالين حلقة بنزيل اي اي او اتش ولا اي او ولا حلقة بنزيل اي اي هلا سي اتش 2 سي اتش سي او اتش ال اتش 2 تمام 3 و5 و3 داش و5 داش تترا ايودو سيرولين اللي هي تي 4 اللي هو سيروكسي تمام. بعد كده بيقول لي ايه رايت ان بوينت
a similarized account on each of the following. هو هنا عايزني يعني مثلا هو يقول لي مثلا البنزم، انا اقول له ايه اللي اعرفه عن الالبنزم. البنزم يوز equation wherever needed، بيقول لك لو في معادله اكتبها يعني. طيب deficiency in tyrosinase action leads to increase the risk of the skin cancer. Absence of the pigment زي الهير والاي والسكن. تمام. طيب الانسولين بيقول لي قولي اللي تعرفيه عن الانسولين. هو hypoglycemic hormone، هرمون secreted by the beta cell of the pancreas consists of two chains with a total of 51 residues stimulates the capacity of the cells to use glucose as metabolic fuel. طيب بيقول لي برضو ايه اللي تعرفيه عن الجلوتاسيون وليه الوظيفة بتاعتها الفانكشن والاستراكشر تركيبها. الجلوتاسيون as a antioxidant وبروتكتس الهيموجلوبين against الاكسيديشن باي الهيدروجين بيروكسيد ال H2O2 وبروتكتس السيل ببرين اوف ريد بلاد سيلز. تمام. against الهيموليسيس باي الاكسيدايزنج ايجنت ال H2O2 واقول المعادلة ال H2O2 زائد 2 GSH جلوتاسيون وهنا تحت البيروكسيديز يبقى دي 2 H2O زائد GSSG oxidized glutathione. طيب يبقى GSSG زائد NAD BH زائد ال H ايون وهنا فوق جلوتاسيون وتحت الريدكتيز هيديني 2 GSH زائد NAD. طيب بعد كده بيقول لي draw the full structure formula of each of the each of an artificial dipeptide sweeter. احنا لسه قايلينها. تمام. ده جت في الامتحان الاول وجت في الامتحان التاني اللي هي aspartame is dipeptide of الاسبرتايل الفينال الانين مثال استر اللي هي NH3 موجب CHC H2O C دبل بوند O سالب C دبل بوند O LH CH CH2 حلقة برازيل COO CH3. طيب الهستامين والسيرتونين ادي الهستامين حلقة هيتروسايكليك N و NH CH2 CH2 NH2 ده الهستامين. بعد كده سيروتونين حلقة بنزين او اتش وانا حلقة تيرو سايكليك ان اتش سي اتش تو سي اتش تو ان اتش تو. طيب هنا يا جماعة اسئلة انا عايزاكم تحلوها وتجيبولي حلها يعني تكتبوا حلها في الكومنتات. draw the full structure formula of each of الجابة الجلوتاميل السيستايل الفينايل الانين. فانتوا بقى تشوفوا الحل وتكتبوا لي في الكومنتات. طيب سؤال تالي داي هيدروكسي فينايل لاكتات and its oxidized form. طيب انا هساعدكم في السؤال ده. هنا الفينايل لاكتات ادي حلقه بنزين CH2CHOHCOH يبقى داي هيدروكسي يبقى هضيف اتنين او اتش يبقى نفس الحلقه اهو. يبقى داي هيدروكسي فينايل الانين حلقه بنزين او اتش او اتش سي اتش سي اتش او اتش سي او اتش وكملوا انتوا بقى قد اتس اوكسيديشن فورم. تمام. يا ريت اللي عنده سؤال يكتبه في الكومنتات. مش هطول عليكم. باي.